خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غنفصل معكم واحد المونطور اللي غيجي عصري، غيجي عنده واحد، غتجي عنده خياطه في الحزام، وغيجي كروازي من الفوق، وحتى الجزء التحتاني غادي يكون كروازي، غيكون عنده صديفات غير من الفوق. دابا عندي هنايا التوب، ها هو الحاشيه ديالو فين هي، هنا الحاشيه، غادي نجيب هكا نولي نطويه على ربعه باش نفصل الجزء العلوي هو الاول. غادي نخلي هنا واحد 8 ديال السنتيم ديال الكروازي، الحاشيه ما نحسبهاش، 8 ديال السنتيم هادي ديال الكروازي. هنا الكتاف عندي 40، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. غنهبط 3 ديال السنتيم، غنهبط هنا 21، قبل حتى هنا غنجي 21. هاد العمليه هادي راه تكونوا حفظتوها معايا اللي متبع معايا، انا هاد القاعده هادي راه كتخرج لي التركيز مزيان. الا كانت شي وحده عامره وغليظه بزاف راه كنزيدها، زيدها 3 سنتيم ولا 2 سنتيم. عندي في الصدر 26، غندير له هنايا تقطيع ديكوب، غتجي هنايا، غادي نزيدها 2 سنتيم ديال ديكوب وسنتيم ديال الخياطة، 29. الدورة ديال العنق غندير 7، ونهبط 2 سنتيم ديال الظهر. هاد الموديل راه ساهل، انا راه كنفصل معاكم طريقة سهلة مبسطة باش اللي ما عمرو فصل يفصلهم. من هاد النقطة هادي ديال الكتف غادي نعبر الطول ديال الحزام ديالي. الطول ديال الحزام راه كناخدوه من الكتف ديال الكليانة للحزام فين عندها، فين كتحزم هي، هنايا عندها هي 40، ونزيد 2 سنتيم ديال الخياطة على حسب سنتيم كيمشي من هنا من الكتف، وسنتيم سنتيم كيمشينا من هنايا، هي 42. وندير خط، الدورة ديال البطن عندي 23، ونزيد 3 سنتيم. نجي هاد النقطة هادي نربطها مع هاد النقطة، هاد النقطة مع هاد النقطة، التركيز هو هذا. دابا غنصاوب داك البانسة ديالي اللي عندي هنايا، غنجي لهاد الخط هذا غنقسمو على جوج هنايا، عطاني 14 ونص، غادي نقص واحد سنتيم ونص، غندير غير 13 باش تجيني داك الخياطة دايزة هنايا، ما تجيش غادا لهيه الخياطة ديال الجنب، تجيني خارجة لهنايا. من هنا غادي ندير 13 ونص، غنجي لهنا، غندير في المنتصف هنايا، نجيب هاد البيستولي،
هذه هي ديكوب ديالنا. غادي نصاوب البانسه اللي عندي هنايا في البط، غناخذ سنتيم من هنايا من هاد الجهه وسنتيم من هاد الجهه، ونطلع هنا ب 12. هكا هذه هي ديكوب ديالنا هكايا. غادي نحيدو هاد السنتيم من هنا وسنتيم من هنايا باش يجينا داخل، باش تجينا داخله من جهه الحزام. دابا غادي نقطع هنا، راه خليتها ما كملتهاش بالتقطع باش تبقى لي باينه ديال الظهر بوحدها وديال الامام بوحدها. هنا غادي نحيد دابا الظهر ديال الامام، غادي نهبط هنايا 7 ديال السنتيم، غادي ندورها هكايا. هنا غادي نجي خط مستقيم هاد البلاصه هادي، هذا هو الفوقاني ديالي. غادي ندخل هنا واحد سنتيم هاد البلاصه هادي ديال الكتف، غادي نعبر هاد التركيز نشوف شحال فيه، 24. غادي نخرج الكمام ديالي، ندير هكا التوب على 4، ندي هنايا 23، غادي نهبط انا 13، عندي في الكمام 53، وغنزيد 4 ديال السنتيم ديال الخياطة، سنتيم كيمشي لي من هنا، 3 ديال لوغلي من هنايا، الدورة ديالكم غندير فيها 13، نشوف فين جاياني 24 بعدا. ها هي الدراع شحال عندها؟ عندها 19، غنجي لهاد المسافة هادي غادي نقسمها على جوج، وهاد المسافة هادي اللي عندي هنايا حتى هي غنولي نقسمها على جوج، عندي فيها 6، ندير 6 من هنا، ندخل هنا سنتيم، نخرج هنا سنتيم، ونسير بخط، هاد الخط هذا غندوزو على هاد المنتصف اللي عندي هنايا، نخرج به لهنايا، هذا هو الكم ديالي. غادي ندخل هنايا هاد نص سنتيم اللي عندي هنا نحيدو،
هو الكم ديالي. غادي نزيد نقص منه من الجهه ديال الامام، نقص منه واحد شويه واحد سنتي، حيت الرومي راه ما كيبغيش يكون عريض. غنجي هنايا ونخرج لهنا زيرو. انا علمتهم باش ملي نجي نخيط نعقل على الجهه اللي نقص منها. دابا نصاوب التبطين ديال الجزء العلوي اللي في السط. ندخل هنا واحد 7 ديال السنتي، نحيد هاد الحاشية هادي، العرض ديال هاد التبطين ندير فيه 14. ما غادي نعلم فين غادي نركب الكوب الكرانة. هذا هو التبطين ديالي. دابا غندوز نفصل الجزء التحتاني، نطلق التوب ونسرحه ونرجع معاكم. هنا حطيت هذا الطرف هذا على جوج، غادي نفصل الجهه ديال الخلف بوحدها والجهه ديال الامام بوحدها. ديال الخلف عندي فيها البليات من الخلف، وديال الامام ما عنديش فيها البليات، عندي فيها غير كروازي من القدام وغيكونوا فيها الجويبات هنا في الجن. داكشي علاش غنفصل كل وحده بوحدها. هنا بعدا اول حاجه ناخذ الطول ديالنا. عندي انا في الطول ديال المونطو كامل فيه متر و30. غادي نحيد داك 40 ديال الجزء الفوقاني، ها هي 40 غنحطو هنايا، نحط هاد 40 هنا ونشوف فين متر و30. عندي هنا متر و30، وغادي نزيد واحد 4 ديال السنتيم ديال لوغلي هنايا، ندير خط عندي هنايا في الدورة ديال الحزام. كما شفتو في الفوقاني درت 23، وهنايا غادي نزيد 6 سنتيم ديال داك البليات وسنتيم ديال الخياطة. ما غاديش نحتاجو العبر ديال الحوض على حساب البليات. غادي ندير هنا في الايفازي من التحت غندير 42، هي الصاي ديالنا. هذه هي الصاي ديال الخلف، غادي نحيدها ونجيب على الطرف ديال الامام. هذا الطرف ديال الامام، هنا درت الحاشيه عند الحاشيه قديتهم هنايا. هذه اللي غتكون من الامام غادي نخلي 8 سنتيم ديال الكروازي من الامام. الحاشيه ما كنحسبهاش.
23 عندي في الدوره ديال الصايه ديال الصايه فوقاني درت فيه 23 وغنزيد جوج سنتيم ديال الخياطه هنايا غادي نهبط هنا 14 عندي في الحوض 29 ونزيد ثمن الخياطة غادي ندير الإيفازي من التحت غادي ندير 42 هنا كنديروا البيستولي في هذه البلاصه هذه باش كنربطوا هذه النقطه مع هذه النقطه دابا غادي نقطع هذا سندير به التبطين ديال الصايه في هذا الطرف هذا غادي نجيب هذه الصايه هذه باش نقطع الطول على حسابها نقاط من مزيان ناضي دي الخط وغادي يطلع من هنا من الجنب واحد جوج سنتيم هيا هنايا هذا هي الصايه ديالنا كتجي هكاكم كتجيش هاد الجنب طايح كنطلعوا لهداك جوج سنتيم هنايا دابا نحيد هذا ونحيد هاد الحاشيه اللي عندي هنايا نشد الطول ديال هاد التبطين ديال الصايه قدو مزيان غندير في العرض ديالها غندير 13 غادي نحلو من هنايا حتى من هنا غادي يتحل باش يوليو عندي جوج طراف هادي هي الصايه ديالنا مازال غنطراسي لها غير الجياب هنا هاد الامام غادي نطراسي الجياب غادي نهبط على خد الحزام واحد 6 ولا 7 سنتيم وغادي نبعد على الخياطه ديال الجنب واحد 5 ديال السنتيم ونحط 14 سنتيم ديال الجيب حطيت 13 غادي نطراسي من الوجه غيكون الجيب ديال الشق هذا طراسي فيهم بجوج كما شفتو باش من نجي نخيط نبقى عاقل عليه هادو الطريفات ديال الجياب مي غادي نجي نخيطهم ان شاء الله تشوفوا معايا الطريقه دابا غندوزو